أصوات أقداح الشاي لا تكاد تنقطع من المقاهي العراقية رغم درجات الحرارة العالية. المقاهي تكاد تكون ممتلئة في منتصف نهار الصيف اللاهب، حيث الحرارة تلامس 60 مئوية. احتساء الشاي الساخن صيفاً أسلوب حياة مليء بالازدواجية يتزامن مع الظروف التي يمر بها العراقيون. العراقيين بينا فد ميزة أتوقع نختلف عن كافة شعوب العالم. نختار وسائل لعلاج مشاكلنا، يعني طريقة الأضداد، يعني نعالج الحر بالحر. راح تستغرب يعني شلون نعالج الحر بالحر، يعني ما أتوقع بدرجة حرارة 50 أو 49، وهي قانونيا ودوليا درجة 50 تعتبر عطلة رسمية وما يغادرون منازلهم. احنا تلقيه درجة حرارة 50 51 ودي يشرب شاي حار، بعد التعب يجي يشرب شاي على سبيل المثال، وبعد مثل ما يقولون الجلسات الاجتماعية اللي تصير ما يخلى أيضا من الشاي. ترك المنازل وارتياد المقاهي له بعدان، الأول يحاكي طبيعة الفرد العراقي في الاستهانة بأكبر التحديات، والبعد الآخر يكمن في الابتعاد عن البيوت التي تكاد تختنق لغياب الكهرباء. العراقيين على مر الزمن مشهورين ببساطتهم وقوة شخصيتهم، لذلك شوف عبرون عن مشاكلهم بأمور ما تغزي المقابل، من ضمنها انه يجي للمقهى وهم مشهورين بشرب الشاي، يعني ما دام الجيجاره والشاي الامور يهينوها العراقيين، لذلك هم تعاقبوا على شرب الشاي. في عالم موازن، اي شعب تمر به الظروف التي يعيش بها الناس فانه يقترب من الجنون عن العقل، الا العراقيون الذين يواجهون 60 مئويه بشاي ساخن. هكذا هو العراقي يواجه الصعوبات بحلم كبير، فمثالا على ذلك يستسيغ احتساء الشاي الساخن رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 50 مئوية ليكون ملاذه في تحمل الحياة الصعبة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.